السلام عليكم قمايه. السلام عليكم، معكم عائشه الملقبه بهويه. شوفوا الزروق عندي هنايا، الصهير وداكشي. اليوم بغا ندير معكم واحد الماكياج، كيفاش نغطيوه على السوداء وكيفاش نقادو وجهنا وداكشي. بقاو معايا. اول حاجه نجمعوا شعرنا. نمشي نجيب اختي شي مشطه، دقيقه ودقيقه ما نتعطلش. مالقيتش المشطة دبي تقلبو عليها. نجمعو شعرنا هو الأول. أختي خصنا بعد الكاميرا كيفاش غتشوفو التغيير ديال الوجه. شوفي سيرت نعسي صافي. دابا غنبدا نصايب. اول حاجه غنبداو بهذا. ها هو نحتاج بعدا نحتاج واحد البانسو حتى انا مقابله مع مرايا هنايا. سكتو سكتو سكتو، وراين نعس راين الله من عودة. درنا هذا. ها هو كي دار هو الاول تحت في الوجه، كي دار هو الاول. اوكي عندي واحد العكر، ها هو نغطي به الهالة السوداء. ماهي ناخذو هذا فونديشن تحديد الوجه. قشعة بس اوكي. انا عندي لك شو سميتو فونديشن، فوندو تاع عندي ديال شو سميتو، عندي ديال بيوتي وعندي هذا. انا دابا كنستعمل هذا بيوتي، لا بغيت نخرج ولا شي حاجه نستعملو هذا كما كتشوفوا. خصنا نحطو كلشي من بعد ندمجو كلشي في الوجه. هذا اكسيرير ما عرفتش سميت يا اختي، الماكياج مبغاش يتحفظ ليا. هذا راكم عارفينو كيدار تحت العينين بحال هكا. يلا نداو على بركة الله. ما غاديش ندير هذا. لا 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 ولا كيرسي لي اختي في الناموسية. سمحوا لي نداو ندمجو دابا. عطيني الصبر مع كراهية، انا هادشي ما نقولك.
نحاول انني نبيض الكاميرا باش يبان لكم داكشي مزيان. وانا نسيرش على روحكم ايوا خطير ما تلحقنيش وغير برد على قلبك وعندني وما تحسبنيش ونسيرش على روحك وخطر ما تلحقنيش وغير برد على قلبك وعندني وما تحسبنيش. اوكي احبابي اوكي ناخذ بنسو واحد اخر. كتعرفوني انا الماكياج كنديرو لكم خفيف جدا، ماكياج ديال الزنقه يعني تخرجي بيه، كنديرش لكم انا داك الماكياج المعيق. ولا تسيرش على روحك ايوا خطر ما تلحقنيش غير برد على قلبي وعندني وما تحسبنيش. يا ما الوقت تاني ماشي بلاني شي حاجة صداع. لا 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 لا. اول شيء احبابي عندي هنايا واحد بحال فرا، حيت انا دوك الالوان كاملين خبعتهم. زعما حطي اكسيرير، حطي هنا شي حاجه دغيا دغيا. السلام عليكم وتباني زوينه. اوكي اوكي احبابي اوكي. اسكتوا ما بغيتيش تسكتي ياك. صافي اختي عملتي الدلع تندلع تندلع وانا قلبي مولع. حيت انا غير كندوز فوق حجباني مثلا ما كنرسم مثلا، يعني تنتبع على الحرف ديال وجهي كنتبع عليهم، ماشي ضروري انك ديري
مكياج خفيف جدا. ندير هنا هذاك برونز، هذا شو سميت هذاك بريو اللي تعطي، ما بقيتش عاقل على سميت اختي. عندك رايين تزوقوا لي داك البيت، حدي مع اختك. المكياج هو هذا، انا تندير مكياج خفيف، خصني نمشي نغسل يدي وندير هذاك الاخراني باش تشوفوا. بما جمعت هذا الشيء نتبوز عليكم باش نوريكم كيفاش كيكون في الاخير. من وتشيري من وتدار بشرب لي امرار بشرب لي امرار. شعري ما مقادش مي اتونسيون، ثم اتونسيون خصني نوريكم. هذا هو المكياج اللي تندير انا، يعني ما كتبانيش انك دير المكياج. خلينا من ديك المكياج اللي تيخلع بزاف بزاف ديال الفوندون تاع بزاف ديال شي حاجه ناتوريل، شي حاجه تباني. دابا راه شعري مشعكك، هادشي علاش ما غاديش يبان لكم المايك اب، لان شعري شويه داير. نحاول ندير الحجاب باش تشوفوا. ما جانيش اختي الحجاب، ما عرفت مالي ما بقاش كيجي معايا الحجاب. او ماي جاد، خص
خصني هانتوما شوف خصني نبين لكم الماكياج. لا بلاتي خصني نبدل لكم الدور الطول ما حيت انا صايبت الماكياج زوين ندوق على ما نويت شعري ما نويت الدار مشرب لي المرار مشرب لي المرار بلاتي هانتوما شوف زعما ملي كيكون الشعر مصايب شوف مع اختي دابا انا داك الماكياج اللي مزيان ما بغيتش نديرو علاش لان اختي غيتقاد عليا خدمت بهذاك اللي عندي مي وريتكم كيفاش ديري الماكياج وبالزربه وهانت مثلا مشيت دابا هذا الماكياج اللي انا صايبت لكم دابا ومشيتي للصالون وصايبتي شعرك هانتي شوفي كيفاش كتباني الماكياج ديالي طبيعي ما فيهش هانتوما شوفوا الحجبان طبيعي ما كاينش ماشي داك الشرطه وري وداكشي اللي باين يعني اصلا داك الماكياج اللي باين ما بقاش موضه رجعوا دابا الماكياج اللي تيديروا الناس ماكياج اللي غيبينك ناتوريل يعني الماكياج اللي غيبينك عاديه الحجبان مبقاش عقلتي على الحجبان كيفاش كانوا شحال هادي كيتطراسوا من هنا تيتطراسوا من دابا مبقاش داكشي دابا كتراسي من هنا وكتجي حتى لهنا وانت مشطي غير بالريسيل باش كيبان الزغب وكيبان داكشي ناتوريل وبالنسبه للعكر مبقاش داك العكر تعكري فمك كله نو كديري جوج عكره ولا ثلاثه كديري واحد مفتوح وواحد احمر من التحت باش كيبان الفم صغير وزوين هذا تحديد الوجه غير انا دابا مزروبه ما قديتش لكم انا غلاضيت الماكياج مابقاش يجي معايا رجعت يجي معايا عاد تحديد الوجه راه درتو في الاول ودرتو في الاخر باش كتجمعي هادو هكا يعني كتسديري واحد الفرق هكا بالنسبه يعني اي واحد عنده شي حاجه زايده تيحاول انه يغطيها مثلا انا وجهي مزيان ولكني في مقاده تجيت هنا شويه هنايا تندير هذاك باش نبان مقاده تتمنى هاد الماكياج يعجبكم وهادشي اللي درت يعجبكم وشكرا راه ما مقاداش دابا وجهي داخل في الما خصني نكون بعيده باش تشوفه ولا هانت ولا نكون دايره شي مشطه هانتوما شوف كيما كتكون يعني جامعه شعرك دايره شي مشطه ديال العروسه شوفي كيفاش كيبان الماكياج اللي انا دايره زوين دابا اختي حت شعري مطلوق مشاكك هانتوما المهم كنتمنى ان هذا الماكياج مختيش نبقى ندخل وجهي في الكاميرا كنتمنى ان هذا الماكياج يعجبكم وشكرا ديروا لي لايك وديروا لي ابوني بالنسبه للدريات اللي قالوا لي ديري لنا ماكياج انا خصني درت لكم ماكياج مره طبخ مره ماكياج دابا عندي محكمه وداكشي باش ناخذ حوايجي من مراكش ان فوا غناخذ حوايجي ونستقر ديك الساعه غيبقى العمل الدار ما فيهاش الريزو هادشي علاش ما كنلوحش انا فيديوهات بزاف لان الدار ما فيهاش الريزو فيديو تيضرب ليا يومين عاد كيوصل عندكم وهادشي كيقلقني بزاف والمدينه باقا ما كنعرفش الناس ديالها ان فوا غنعرف الناس ديالها ونتفاهم معاهم غنبقى نخرج نصوركم برا والدار ما نبقاش نخدمها نبقى نخدم برا نبقى نطيب الغدا في الدار ونخرج نتغدى برا زعما نمشي للجرده نمشي لهادي نمشي لهادي انا باقا ما كنعرفش الناس في المدينه هادشي علاش انا دايره اطونسيون ما تنخرجش بزاف اون فوا نعرف الناس غنبقى نخرج حدايا بحال الغابه هنايا نقدر نخرج بوطه ونخرج الخضره وداكشي نطيب لكم وسط الغابه ولكن انا ما تنعرفش الناس خصني نعرف الناس ونعرف السيستم كي داير وديك الساعه نخدم مزيان شكرا دير لي بون وي دير لي كنت نقول لكم دير لي لاكارت ديروا لي بون وي وديروا لي جيم عافاكم اللي دخل جيم اللي دخل ابوني يلا بون وي